لو عايشنا في حضن بعض وساعدنا بجد بعض ونخلي الحب فرق عيلة ونقسم أي شيلة والحاجة المستحيلة على الوضع يا رام. للأسف فقدت التحكم. اضغط زرار قصف الكراسي عشان نهرب قبل الاصطدام. كل البرامج وقفت، مش هنقدر نهرب. نور، رامي، اهربوا من الطيارة. رامي استجمع قوتك. التحكم صعب جدا، هخلي الهبوط هادي على قد ما اقدر. باقي 20 متر، استعد للصدمة. بشغل الطفايات الاوتوماتيك. النار اتطفت. تقييم الخسائر ايه؟ هنفضل محبوسين في الطيارة ولا ايه؟ النقطة الإيجابية إننا لسه عايشين. السيستم رجع، ثواني والأبواب هتفتح. أقدر أصلح العطل ده، مش محتاج غير 2 أو 3 ساعات بالكتير. وأنا في خلال الوقت ده أقدر أروح القرية وهرب الناس من الطريق الجبلي لحد هنا. القصف شغال، مهمتك مش هتكون سهلة. ربنا يسهل، خلينا على تواصل. أشوفك على خير. الليل داخل ورامي عند الطيارة العطلانة ونور لوحده بينقذ الناس المحاصرين وسط الحرب. نقدر نساعدهم ازاي؟ عندك غبار سحري؟ لا، الغبار بيتجدد ببطء جدا والكمية اللي كانت معايا خلصت على الجنود. المشكلة اني حاسة بطاقة سلبية كتيرة. يعني مش هنقدر نساعدهم. اعذروني، انا سمعت الحوار بدون ما اقصد. الوضع اتعقد يا دكتور تارو. يمكن يكون عندي حل مؤقت. ايه هو؟ في كهف قريب من القرية ومدخله مهمي في الجبل، ممكن نور واهل القرية يستخبوا فيه لحد ما القصف ينتهي. موقعه فين الكهف ده؟ اشرح لك، الطريق ليه مش صعب. الصعب هو طلوعه لأنه على ارتفاع 10 متر، في جزء عمودي من الجبل مستحيل مستحيل تتسلقه. هتصل بنور وأقوله. نور، نور سمعني؟ في مشكلة في الاتصال. أنا كمان مش قادر أتواصل معاه. جايز سقوط الطيارة تسبب في خلل في الاتصال. كنت أتمنى أساعدكم بس أنتوا شايفين مفيش دكتور غيري هنا يطمن على المصابين. أنا وفرحة هنقوم بالمهمة. هو مكان الكهف فين؟ راحوا فين؟ أكيد مستخبين. لو سمحت فين أهل القرية؟ مستخبين من القصف. أنا جيت أنقذكم. الأول طمني عليكم، في حد مصاب؟ لا، لحد الوقت مفيش قذائف نزلت علينا. في طيارة على بعد نص ساعة بعد الجبل، نقدر نروح لحد عندها مشي. طيارة؟ يعني عندنا أمل في النجاة؟ أيوة، بس عايزين نجمع الناس بسرعة قبل ما الوضع يسوء. انتوا كام واحد؟ القرية صغيرة زي ما انت شايف، معظم الناس هربت غير المصابين اللي اتنقلوا للمستشفى مؤقت، حتى ما نعرفش حالتهم ايه. احنا اللي عملنا المستشفى، اطمن خالص، كلهم كويسين وبياخدوا العلاج، وناس منهم قامت ومشيت. الحمد لله، اخبار حلوة. طيب في غيري راجل كمان واتنين ستات، بس اللي بقي هروح اناديهم وارجع لك بسرعة. فرحة وزهرة بتعملوا ايه هنا؟ الاتصالات اتقطعت بينا وبينكم بعد وقوع الطيارة. للأسف سيستم الطيارة فيه مشاكل، والتصليح ده كله هياخد وقت اكبر مما نتخيل. طيب احنا طمنا عليك، هنروح نشوف نور. صعب جدا، لاننا واحنا جنب الطيارة بتحمينا هالة الطاقة، ولو قربتوا من القرية أكتر الخطر بيزيد. إحنا عرفنا معلومة مهمة، في كهف في الجبل يقدر نور والأهالي يستخبوا فيه لحد الصبح أو لحد ما القصف يهدى. خليكم هنا وأنا هروح لنور. بس ما فيش حد يقدر يصلح الطيارة غيرك، إحنا اللي هنروح لنور. الموضوع مش سهل، وإحنا مش هنسيبه لوحده وسط الحرب دي. لازم تقولوله معلومة مهمة، تقنية الطيران اللي بيستخدمها بتشتغل مع سيستم الطيارة،
ولحد ما الطيارة تشتغل وارد جدا ان طيران نور يحصل فيه مشاكل. هنقول له اكيد. نسيبك احنا ونكمل طريق. مع السلامة. خلاص قربنا نوصل جسر الحبال. لا انا خايف يكون الجسر اتدمر من القذف. انا لسه شايفه وانا رايح لكم القرية وكان سليم. وصلنا. الجسر اختفى. ياه ده اللي كنت خايف منه. لو هسي لفينا حوالين الأخدود هناخد الليل كله، غير اننا هنجرب اكتر من الحرب والخطر. عندي حل اسهل، ممكن اطير وانقلكم للناحية التانية. هتأكد ان الدنيا امان الناحية التانية وراجع بسرعة. ارجع يا نور بسرعة. زهرة وفرحة ليه جيتوا للخطر؟ تعال يا نور بعيد عن الأخدود بسرعة. ليه؟ مش فاهم. الأحذية النفاسة عطلت. ده اللي جينا نحذرك منه. كل الأجهزة اللي معانا مرتبطة بطيارة رامي، والطيارة فيها عطل لسه ما تصلحتش. لو ما كنتوش حذرتوني كنت وقعت في الأخدود العميق ده. الحمد لله جيتوا بالوقت المناسب. احنا لازم نروح الكهف. كهف ايه؟ قصدك الكهف اللي في سفح الجبل؟ ايوه. بس ده صعب الوصول ليه لان زاوية تسلق الجبل عمودية. لا مش صعب، نوصل هناك ونشرح لكم خطتنا. يلا بينا. فعلا في كهف، بس الناس هتطلع ازاي وفيهم عواجيز وستات؟ انا وفرحة فكرنا في الحل. والحل هو الحبل. مش فاهم حاجة. ساعات بيكون ابسط الحلول هو اذكاها. احنا ما نقدرش نشيل حد ونطير بيه للكهف، لكن نقدر نشيل الحبل ده لحد فوق ونثبته في حاجة والناس يطلعوا عليه واحد ورا التاني. هطلع انا الاول وبمساعدتكم نقدر نشد الناس. الميزة ان الكهف من جوه هيكون بعيد عن القصف. و حاسة بخطر، في قذيفة هتتضرب ناحيتنا بالظبط عند اهل القرية، ولو صابتهم هتقضي عليهم كلهم. 20 ثانية والقذيفة تصيبهم. 19 ثانية، 18، 17. يا ترى أبطالنا هيعملوا إيه؟ أنا حاسة بيه، هو خايف ووحيد. خلينا نشوف في الحلقة الجاية.